حديثنا هذه الليلة عن انتفاضة مارس المجيدة والوحدة الوطنية، يتحدث فيها كلا من الدكتور حسن مدن والمحامي سامي سيادي، ونشكر جمعية العمل الوطني وعد على تلبيتهم الدعوة في المشاركة لهذه الندوة من خلال المحامي سامي سيادي، ونقدر اعتذار تجمع القومي على المشاركة لانشغالهم. سقط في انتفاضة مارس المجيدة شهداء روت دماؤهم الزكية أرض أوال، أمثال عبد الله مرهون سرحان، عبد النبي محمد سرحان، جاسم خليل الصفار، عبد الله نجم بنوده، عبد الله الغانم، فيصل القصاب. لنقف وقفة حداد على أرواح وشهداء انتفاضة مارس 65 وشهداء الحركة الوطنية في البحرين. شكرا. حياك يا أبو صالح. الله الله ينفرق المصايب، اضرب رصاص خله رصاصك صايب، وإن جاك الموت افتح له ستيرك، خليه يكون من جملة المصايب. هكذا كانت هتافات شعبنا قوية في 1965، وهكذا كان الشعب لديه إصرار وتضحية من أجل طرد المستعمر وإجراء إصلاحات سياسية في البلد. تفاعل الشعب البحريني في انتفاضة مارس المجيدة متأثراً لما يدور في الوطن العربي من أحداث موضوعية ساهمت في انتفاض واندلاع مارس المجيدة، تمثل في تصاعد حركة التحرر الوطني العربي، خطابات جمال عبد الناصر، العدوان الثلاثي على مصر، ثورة تموز 1958 في العراق بقيادة عبد الكريم قاسم، ثورة الجزائر 1962، ثورة اليمن والإطاحة على الحكم الملكي في نفس الفترة. إضافة إلى ذلك طبعا تنامي الحركة العمالية في البحرين وتنامي وعيها الطبقي الموجود لوجود قادة شيوعيين في المصانع تحفز تحفر الصخر من أجل الوعي النقابي. جاءت تصريحات بابكو 1400 عامل وكسرت ظهر البعير عندما صرحت بابكو مرة واحدة أكثر من 500 عامل. ساهم ذلك في انتفاضة 65. طبعا نترك المايك للمحاضرين من أجل التفاصيل. نبدأ طبعا بالضيف الأستاذ سامي سيادي. لا أنت ضيفنا، تفضل. مساء الخير جميعا. في البداية أتوجه للشكر الجزيل للأخوة من المنبر الديمقراطي على هذه الدعوة، و نحمل تحيات الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي لتعذر وجوده لسفر خارج البحرين. في الواقع الحديث عن انتفاضة مارس المجيدة 65 ذو شجون وذو طابع، يعني لا يخلو بأن يكون إرث من التاريخ النضالي لهذه البلد، بلا شك يعني تستفيد من الأجيال التي جاءت من بعد هذا العطافة
في تاريخ نضال النضال البحريني. أنا في الواقع في يعني مداخلتي هذه الليلة يعني بتكلم عن ثلاث نقاط أساسية. هو في البداية التغييب الذي يعني حاصر سواء انتفاضة مارس أو أي حركة نضالية في هذا البلد، وأيضا الخصائص الذاتية والموضوعية لهذه الانتفاضة، وفي الأخير سأعرج على ما هو المطلوب للقادم من الأيام ويعني والاستفادة من هذه الأرض التاريخي النضالي في هذه البلد. طبعا الكل يعرف ويعني مقدم هذه الندوة عرج على الخلفية التاريخية لبدء انتفاضة مارس، وهي الشرارة الأولى من عزم كان يعني شركة بابكو في فصل العمال الذين تجاوز الآلاف. وبالتالي يعني احنا نتكلم في واقع الحال عن صراع اقتصادي سياسي وجدت تلك المرحلة يعني لم يكن ممكن أن يكون مقبول ليس الطبقة العاملة فقط، وإنما يعني من تعاضد مع الحركة العمالية أيضا من طلبة وشرائح أخرى مجتمعية. يمكن تلاحظون بأن يعني الطاقي على 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 انتفاضة مارس 65 هو التوافق المجتمعي على هذه الانتفاضة، وبالتالي لم يوجد أي نوع من أنواع الفراق المجتمعي في هذه الانتفاضة، بمعنى بأن هي أحد يعني معالم وحدتنا الوطنية كما هي حركة 56. وإنما يعني طابع الحركة وأيضا زعاماته يمكن يعني اختلف قليلا عن 56، على اعتبار أنها اتخذت منحى آخر في الحركة النضالية بأن كرست مسألة المطالبة بالحقوق بالذات العمالية في البلد، في منحة تطورات أيضا دخلت على الجانب السياسي وما شكل أرضية لاحقة لعقد السبعينات بعد يعني كرافعة لصدور دستور 73. الحركة وضمن خصائص الذاتية والموضوعية أيضا يعني مقدم عرج عليها أنها هي في داخل البلد تأثرت بتنامي الوعي المجتمعي والفكر في تلك الفترة من حيث يعني قياداتها، وأيضا تأثرها بالأقليم الذي كان يعني سائد في ما قبل وما بعد حركات التحرر في البلدان العربية، بالإضافة إلى يعني تحكم المستعمر ومن خلف السلطة الحاكمة في كل مقدرات الدولة. وبالتالي يعني كما هو الحال في يعني استفراد المستعمر وأيضا السلطة الحاكمة بالثروات وأيضا سلطة القرار، مما شكل أيضا دافع آخر لتنامي هذه الحركة في 65. بلا شك لكل حركة يعني تضحياتها، ويعني سقوط الشهداء لم يكن بغريب على هذه الحركة، وبالتالي وإنما التنوع في حتى في طبيعة يعني المناضلين الذين سقطوا كشهداء يعطينا أيضا انطباع صراحة مريح، بأن للأسف يعني نقول إنه مريح، وإنما يعني يدفعنا للقول بأن الوحدة الوطنية كانت طاقية، لم يكن هناك أي نوع من أنواع الطعفنة في الفكر
النضالي في تلك المرحلة، وبالتالي كانت القيادات وأيضا القواعد مؤمنة تماما بأن الوحدة الوطنية هي السبيل للانتصار في مثل هذه المحطات التاريخية. التغييب التاريخي يمكن يعني الفترة الستينات كانت أيضا فترة قمعية، وبالتالي قيب هذا التاريخ. يمكن الانفتاح الذي حصل في من بعد تدشين يعني ميثاق العمل الوطني عطى مساحة يعني الأحزاب وبأن تخرج أدبيات التي كانت تتعاطى معها بالنسبة لمارس 65، وبالتالي خلقت نوع من أنواع الوعي في تاريخ وتوثيق بعض هذه النضالات. طبعا مطلوب من الجمعيات السياسية والتنظيمات بأن أيضا تراعي هذه المسألة، على اعتبار أن حركة مارس هي متصلة بحركة أيضا حركة 56، هي أيضا امتداد ورافد للحركات أو التحركات الأخرى في السبعينات وأيضا التسعينات والثمانينات وصولا إلى 2011، مع يعني يعني غياب بعض المحددات المشتركة في فترة زمنية بين حقبة وأخرى كما حصل في 2011. ما هو المطلوب للمحافظة على هذا الأرث التاريخي؟ أنا استحضرني بصراحة الأخ جليل النعيمي في إحدى اللقاءات اللي تمت في مارس العام الماضي أو ما قبله، بأن يعني طلب حتى بأن يكون هناك في التعليم بأن تدرس مثل هذه بصراحة محطات الحركات النضالية البحرينية ك 56 وال65، وبالتالي مطلوب في أن يكرس مثل هذا التوجه في يعني في التدريس في التعليم، بحيث أن تكون مادة المواطنة ليست يعني تكون خالية فقط خالية من مثل هذه المحطات المهمة في نضال الشعب البحريني. التغييب يأتي لأن احنا ما زلنا نعاني بصراحة بأن تكون هناك عندنا شراكة حقيقية في القرار السياسي، وبالتالي المادة التاريخية مزاجية توضع ضمن خارج إطار الشراكة المجتمعية وشراكة المواطن في القرار. المؤسسات الحالية طبعا لا تفي بالغرض بأن هي تكون داعمة لمثل هذه التوجهات. أيضا يعني مطلوب منا يعني أخذ العبر والدروس في مثل هذه المحطات. يمكن الركيزة الأساسية والجوهرية لانتفاضة 65 هي الوحدة الوطنية بين جميع فئات الشعب، وهذه أيضا ما حدث في سنة 56، وبالتالي مطلوب منا احنا تعزيز مثل هذا التوجه عبر يعني وضع هذه الأرض التاريخي النضالي كمحددات لمستقبل العمل في البحرين. طبعا تداعيات أحداث 2011 يمكن ما تركت لنا الكثير من المجال للتحرك ضمن هذا الأفق، وإنما يعني التاريخ يعني لابد بأن يعيد نفسه ما دام هناك يعني أرث نضالي يتشكل بهذه الصورة مثل ما حدث في 65. الأرضية اللي ممكن أن ننطلق منها، احنا أعتقد أن هناك توافق كبير بين التنظيمات في البحرين لما وضعوا وثيقة المنامة، أيضا وثيقة التيار الديمقراطي التي يعني تتبلور حاليا، ممكن أن تكون إحدى يعني القواعد أو الزوايا الأساسية في الدخول في سواء
حوار أو الدخول ضمن تسويات في داخل هذا الحوار. أنا بالواقع بتوقف عند هذه النقطة، وأتمنى أن أعطيت على الأقل إطلالة على 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 انتفاضة مارس المجيدة، وأيضا ما هو مطلوب من القوى السياسية مستقبلا البناء على هذه يعني الأرث التاريخي النضالي الموجود في هذه البلد. وأتمنى بأن يكون يعني النقاش لاحقا يثري هذه الندوة. شكرا جزيلا على حسن الصحابة. نشكر الأستاذ سامي على المداخلة القيمة. طبعا الأستاذ سامي طرح في مداخلته ثلاث نقاط أساسية حول انتفاضة مارس والخصائص الموضوعية الذاتية للانتفاضة، المطلوب من هو المطلوب والاستفادة من انتفاضة مارس، وضح فيها الشرارة اللي سبب انطلقت فيها الانتفاضة وهو تسريح العمال، واللي هي أساس الركيزة لحركات سابقة وامتدت من الخمسينات وتلتها فيما بعد الحركة النقابية اللي جات في السبعينات. الآن يعني جاءت المرحلة اللاحقة من إصلاح قضية الإصلاح وقضية التوثيق التاريخي النضالي للحركة السياسية. ما هو المطلوب للمحافظة على الأرث التاريخي؟ طبعا المطلوب طبعا الدفع باتجاه أن تدرس هذه المادة ضمن المناهج التعليمية كجزء من المناهج منهج المواطنة كمرحلة أساسية في تاريخ الشعب. الاستفادة من الدروس والعبر لهذه الانتفاضة، التأكيد على الوحدة الوطنية كأساس للعمل النضالي. نترك المايك الآن للدكتور حسن مدن ليكمل ما هو يعني يتعلق بالانتفاضة. شكرا. شكرا فجر. شكرا أيضا للأخ سامي سيادي أبو عمار على مشاركته لنا في هذه الندوة حول هذا الموضوع، انتفاضة مارس والوحدة الوطنية. الحقيقة وأنا يعني أحاول أعد بعض النقاط لهذه الندوة، عدت إلى يعني ما هو متاح من كتابات حولها، بشكل خاص إلى ما كتبه المناضل الراحل محمد سيد يوسف المحامي محمد سيد، وكذلك كتاب الأستاذة فوزية مطر حول سيرة المناضل أحمد الشملان في الجزء المختص بالانتفاضة. ولاحظت أن يعني موضوع الوحدة الوطنية بالطريقة التي نطرحها نحن اليوم عندما ندعو إلى الوحدة الوطنية بين كافة مكونات الشعب لم ترد يعني لا في كتاب محمد السيد ولا في ما كتبته الأستاذ فوزية، بسبب رئيسي أن الوحدة الوطنية في حينها كانت قائمة ولم يعني كان الأمر بالنسبة للمشاركين في هذه الانتفاضة مسألة بديهية، ولم تكن هناك حاجة للتأكيد عليها إلا من باب يعني تعبئة كافة يعني قوى الشعب المختلفة في النضال الوطني ومن أجل تحقيق المطالب التي رفعت في الانتفاضة. فلذلك عندما نقول يعني انتفاضة مارس والوحدة الوطنية، أعتقد أن الوحدة الوطنية كانت متحققة في انتفاضة مارس بأوسع ما يمكن أن تكونه هذه الوحدة، بحيث أنها غطت مختلف مناطق البحرين يعني بدءا من المحرق ومرورا بالعاصمة وانتهاء بالأبعد القرى التي قدمت شهداء في هذه الانتفاضة. و الأخوة أشار الأستاذ علي الحداد رفيق علي إلى أن الانتفاضة جاءت على خلفية التحولات التي جرت في العالم العربي، ثورة يوليو في مصر وثورة 58 في العراق وثورة الجزائرية إلى آخره، وهذا صحيح وهو ما أشار إليه أيضا المحامي محمد السيد في مقدمة كتابه. ولكن أحد الرفاق وكنت أتناقش معه في موضوع الندوة لفت نظري أيضا إلى أن الانتفاضة مارس 65 في البحرين تزامنت أو اقتربت زمنيا من تحركات مشابهة في أكثر من بلد عربي في المشرق وفي المغرب. طبعا ليس بالضرورة توجد علاقة مباشرة بين
بين هذه التحركات، ولكنها جديرة بالوقوف أمامها. منها الانتفاضة الشعبية في السودان التي أطاحت بالطغمة العسكرية، طغمة عبود العسكرية، وتشكلت في ضوئها يعني وفي نتائجها أول حكومة يعني يمكن القول أنها وطنية وتعبر عن المكونات المجتمعية المختلفة في السودان. وفي الحكومة هذه دخل الشفيع الشيخ القائد النقابي الشهيد ممثلا عن النقابات، ودخلت المناضلة فاطمة أحمد إبراهيم ممثلة عن الحركة النسائية الديمقراطية، وغيرهما من الوجوه التي شاركت في هذه الحكومة. وأيضا حدثت في المغرب انتفاضة أيضا مشابهة في مارس في ذلك العام، ولعلكم يعني الذين يعرفون أو القريبين من تاريخ النضال الوطني المغربي يعرفون أن هناك منظمة يسارية مغربية اسمها 23 مارس، وهي استوحت اسمها من هذه الانتفاضة آنذاك في المغرب، وكانت لها أيضا نشرة تحمل هذا الاسم فيما أعتقد. وليس بعيدا عنا أيضا في الكويت في نفس الفترة أيضا نشأ هناك تحرك، مع أن الدافع المباشر لهذا التحرك في الحقيقة كانت زيارة الحبيب بورقيبة إلى الكويت آنذاك في زيارة عادية، ولكن في ظل المزاج القومي السائد في المنطقة العربية، وكان حينها بورقيبة قد دعا إلى قبول التقسيم. ففي ظل هذا المزاج القومي انطلقت بعض التحركات الاحتجاجية على زيارته، ولكن سرعان ما خرج الموضوع عن هذه المقدمة ليأخذ طابع أيضا مطلبي ويشارك فيه العمال والطلبة. الحاصل أن ما نتحدث عنه عندما نتحدث عن مصر ونتحدث عن العراق وعن غيرها، كنا بصدد يعني تحولات مهمة، ولكنها كانت بقيادة العسكر، بعضها أتى على شكل انقلابات عسكرية. ولكن ما حدث في هذه الأمثلة الثلاثة كانت عبارة عن تحركات شعبية منبثقة من الجماهير، من قلب الحراك الجماهيري، وتبوأت القوى اليسارية والتقدمية والقومية في حينها دورا رئيسيا في قيادتها. لا أريد أن أقول أن البحرين تأثرت بالضرورة بما حصل، ولكن هذا يعكس أيضا مرحلة جديدة في الوضع العربي. يمكن القول أنها بمثابة بروفة أولية لما حدث مثلا في العقود التالية عندما اتخذت التحركات طابع عربي واسع كما هو الحال في 2011. طبعا لن نعود إلى رفيق أبو عمار يعني عرض إلى ظروف وملابسات انبثاق هذه اندلاع الانتفاضة واتساعها والأسباب المباشرة التي أدت إليها والمسارات التي أخذتها، لذلك لن أتوقف أمامها كثيرا لأنها أصبحت معروفة. ولكن أنا أعتقد أن الدرس الهام يعني ونحن نتحدث عن انتفاضة مارس والوحدة الوطنية هو أن الوحدة الوطنية بالمعنى الذي نقصده كانت منجزة آنذاك، أو تجسدت في الحراك الوطني الشامل. ما نحتاجه اليوم هو استلهام هذا الدرس، استلهام الوحدة الوطنية التي تجسدت في تلك الانتفاضة. والفضل في ذلك يعني لكي نكون منصفين للتاريخ أيضا، الفضل في ذلك يعود إلى الدور الكبير الذي لعبته هيئة الاتحاد الوطني. يعني هذا المسار التصاعدي التدريجي في النضال الوطني في البحرين الذي يعني تجسد في انتفاضة 65 يجد جذوره في الحراك الشعبي الواسع في حركة الهيئة في الخمسينات، والتي نجحت في وأد الفتنة الطائفية في حينه وتحويل هذه الفتنة إلى حراك وطني ضم ممثلي الطائفتين. واستوقفني أنا اليوم في مذكرات بلغريف حاولت ألتقط بعض الإشارات حول هذا الموضوع، فاستوقفتني اليومية التالية، كان هو يدون يوميات، ففي 18 أكتوبر 54 يعني في بدايات الهيئة وفي السنة الأولى من الهيئة كتب بلغريف يقول 18 أكتوبر 1954: اجتماع كبير مثير للقلق،
الشيعة والسنة في مسجد للشيعة في 40 لمحرم. هناك خطب ومطالب من الشبان المناوئين للحكومة، أحدهم بن قوسين، أحدهم الباكر، يقصد عبد الرحمن الباكر، وأنه من المثير للقلق، مرة أخرى بالجريف، من المثير للقلق أن يجتمع السنة والشيعة في مكان واحد. كل الخطباء كانوا محررين في صوت البحرين، وهو يشير إلى مجلة صوت البحرين التي كانت تصدر آنذاك، ونحن نعلم أن هيئة التحرير مجلة صوت البحرين كانت صورة مصغرة للهيئة، يعني كانت تضم وجوها من الطائفتين، ولكن كان يجمعهم بينهم الهم الوطني. فبالجريف يقول كل الخطباء كانوا محررين في صوت البحرين. أعتقد، وفي الختام أيضا يكرر، أعتقد أن هذا الاجتماع مثير للقلق. أعتقد هذا هو يعني هذا هو مغزى أو يعني جوهر الموضوع الذي عبر عنه بالجريف، أن يجتمع السنة والشيعة في مكان واحد ويتوحدوا حول مطالب واحدة هو سر نجاح، هو أدركه يعني بخبرته وفطنته يعني كممثل للاستعمار، للسيطرة الاستعمارية أو الحماية البريطانية آنذاك، كان يدرك ويفهم ما معنى أن يجتمع ممثل الشعب موحدين حول مطالب واحدة وأن يجتمعوا في مكان واحد، وهو يرى أنه يعني أن مجرد أن يجتمعوا في مكان واحد فهذا أمر مثير للقلق. الهيئة نجحت في ذلك، نجحت في أن تحقق هذا. وعندما ضربت الهيئة جرى تصفية الهيئة باعتقال قادتها ونفيهم إلى خارج البحرين و فرض حالة من الطوارئ التي استمرت طويلا في البحرين، وقمعت كافة أشكال التعبير، وساد الجو يعني حالة من حالة قاتمة يعني سوداء من القمع والإرهاب. لكن أمرا واحد لم ينجح، تنجح السلطات الاستعمارية وعملائها في فعله آنذاك، وهو القضاء على الوحدة الوطنية التي تحققت آنذاك في الخمسينات. واستطاعت التنظيمات الوطنية، حركة القوميين العرب وجبهة التحرير وحزب البعث والتشكيلات القومية التي كانت موجودة آنذاك، التي كانت مرجعياتها غير طائفية، يعني مرجعيات قومية، مرجعيات أممية، مرجعيات يسارية، وبالتالي لم تكن أسيرة بأي صورة من الصور إلى القيد الطائفي أو المذهبي، واستطاعت أن تحافظ على هذا التقليد العظيم الذي كرسته حركة الهيئة. وانطلقت في انتفاضة 65، مع أنها كانت انتفاضة عفوية، كل من كتب عن هذه الانتفاضة ومن عايشوها، وأنا الحقيقة كنت أتمنى لو كان معنا يعني على هذه المنصة أحد هؤلاء القادة الميدانيين للانتفاضة، يعني والكثير منهم ما زالوا موجودين على قيد الحياة طال الله في أعمارهم، يعني كان بإمكانه أن يسلط الضوء يعني بصورة أفضل منا يعني على الوقائع الحية لهذه الوحدة الوطنية. نعم، ترد مسألة الوحدة الوطنية في الأدبيات، هناك ترد في بعض الخطابات، ولكن بأي معنى هنا؟ كان بمعنى التأكيد أولا على الوحدة مكونات الشعب في النضال الوطني والمطلبي التي كانت ترفعه الانتفاضة أو تقوده الانتفاضة وتعبر عنه في تحركها، والتنسيق بين التيارات أو التنظيمات والقوى الوطنية التي استطاعت أن تحول هذه الحركة العفوية التي انطلقت عفويا إلى حركة فيها درجة، يمكن القول أنها درجة كبيرة من التنظيم والإدارة، حتى ولو يعني وجدت فيها ثغرات. فيدور الحديث سواء في مذكرات محمد السيد أو فيما ورد على لسان عدد من أخذت السادة فوزية مطر شهاداتهم في الكتاب، عن أوجه التنسيق بين حركة القوميين العرب وبين جبهة التحرير وبين العناصر البعثية، وهناك أوجه تنسيق ميداني، حتى أن الخلافات، وهي طبيعة الحال نحن نعلم أن كانت هناك أوجه تباعد بين التيار اليساري والتيار القومي في حينه، يعني في تلك الفترة، وخلافات ليست قليلة، ولكن أثناء الانتفاضة توارت هذه الخلافات ولم تظهر على السطح. وحتى عندما حاول يشير محمد السيد، عندما حاولت بعض العناصر أتت من المنامة وحاولت أن ترفع في المحرق شعارات معادية للشيوعية،
لم تجد أي صدى أو قبول من المشاركين في هذه المسيرات الذين أكدوا دائما على وحدة القوى الوطنية ووحدة الشعب في النضال الوطني. ونحن الآن نحتفل أو نحيي هذه المناسبة، مناسبة انتفاضة مارس 65، وتحت هذا العنوان الذي اختار الرفاق في المنبر تقدمي أن يضعوه عنوان لهذه الندوة، أعتقد علينا أن نفتش في عنوانها أو أن نبحث عن تجليات عنوانها في لحظتنا الراهنة، لأن التاريخ هو حاضر. نحن عندما ننظر إلى التاريخ نقرأ التاريخ ليس من منظور التاريخ، وإنما نقرأه من منظور الحاضر. حاجتنا إلى استلهام والاستفادة من دروس هذا الماضي. الدرس الكبير الذي نحتاجه الآن في خضم هذا الانقسام المذهبي والمجتمعي العميق والذي نجحت القوى المضادة في تكريسه وتعميقه، ولعبت للأسف يعني أيضا بعض الشعارات والممارسات والخطابات الغير الموزونة دورها في تأجيجه، بحاجة في أمس الحاجة إلى أن نعود إلى هذا الدرس وأن نتذكر جيدا ما قاله بلغريف، لأنه يدرك جيدا أن مقام يعني قوة أي تحرك في هذا البلد وطمان نجاحه هو في وحدة مكوناته، وأي تحرك لا يأخذ الطابع الوطني الشامل ويأخذ الطابع الفئوي مهما كانت عدالة مطالبه ومهما كانت مشروعية هذه المطالب في بلد منقسمة أو مكونة من مكونين أو أكثر لن يقدر لها النجاح على المدى البعيد. النجاح لن يتحقق إلا إذا توحدت كافة مكونات الشعب حول هذه المطالب العادلة. هذا لا يعني أن المطالب التي ترفع ليست عادلة أو ليست مشروعة، أو ولكنها في هذه في المطالب وحدها غير كافية إن لم تستطع أن توحد كافة مكونات الشعب حولها. وأكتفي بهذا القدر وشكرا لكم. شكرا للدكتور حسن مدن. طبعا جاء في ما طرحه، طبعا مرجعيته كان يعني استند إلى كتاب محمد السيد وأيضا كتاب اللي هو اللي ألفته فوزية مطر حول نضال أحمد شملان فيما يختص بموضوع الانتفاضة. طبعا أكد بأن الوحدة الوطنية أساسا كانت متحققة في انتفاضة 65 وأيضا حتى انتفاضة 54، والخلفية التاريخية أكد على الخلفية التاريخية للاندلاع الانتفاضة، وأشار بشكل مقر هاي حول الانتفاضة الشعبية في السودان بقيادة الشفيع وفاطمة، وانتفاضة أيضا حدثت في المغرب بقيادة 23 مارس حركة يسارية، وزيارة الحبيب بورقيبة إلى الكويت حول التقسيم والذي أدت إلى انطلاق بعض التحركات في الكويت وتحولت فيما بعد إلى حركة مطلبية. طبعا يعني الدرس الأساسي في انتفاضة مارس هي الوحدة الوطنية، واللي هي أساسا متجسدة يعني بدون الوحدة الوطنية لا يمكن أي حراك يعني ينجح، وأثبتت حركة 65 هي أساس الوحدة الوطنية. استند إلى كتاب بلغريف في أحد المذكرات بعد هذه، أشار لاجتماع الطائفتين في أحد المساجد وكانوا يناقشون الهموم العامة. هذه يعني أثار بلغريف بأن هذا منعطف خطير، وبالفعل يعني متى ما اجتمعت الطوائف وأكدت على وحدتها حتميا ستنجح أي تحرك قادم. نترك طبعا التفاصيل للمداخلات، فتفضلوا مني بالمداخل. تفضل. بالبداية
لماذا هذا الشكر موصول؟ الو البدايه الشكر موصول الى الاستاذ سامي سيادي والدكتور حسن مدن والعارف الندوه. وبس انا بغيت اوضح في اول قبل لا ادخل في الموضوع نفسه اختيار يعني اللي هو الوحده الوطنيه هي ليس يعني انتفاضه مارس والوحده الوطنيه ليس المقصود بما معناه انه لم تكن هناك وحده وطنيه قد ما هو اهميه الوحده اللي تجسدت انذاك هناك والدرس مثل ما اشار الرفيق حسن انه كيف نستفيد منها في على واقعنا الحاضر هذا المقصود يعني به يعني حقيقه هي الوحده اوريدي تجسدت من بدايه التحرك اللي صار في اكتوبر 54 اللي ذكره يعني عن بيلي كريف هو اجتماع الهيئة الاتحاد الوطني في المسجد في المنامة ومن ثم في ماتم في السنابس هذه خطوة تعتبر نحو الوحدة الوطنية. وبالفعل احنا دم نعيد يعني الان الموضوع الهدف منه ان شعبنا لن يحقق اي مطلب من مطالبه بشكل موحد اذا لم يكن موحد. الوحدة دائما تعطي ثمارها ودائما معروف عند المستعمرين يعني كيف يعملون على فرقة الشعب من خلال مبدأ فرقت السود هذا مبدأهم يعني المستعمرين لا يريدون يعني حتى لو مو موجودة مكونات طائفية خلقوها يعني لهم مكونات عرقية يعني صراع عرقي ما بين مثلا عرقية وعرقية حتى يخلقوا إشكالية أو فتنة في المجتمع فهذا هدفهم. فمن هنا نرى ان انتفاضة مارس يعني الدماء اللي سالت في نويدرات وسالت في المنامة والمحرق وحد شعبنا. فهل احنا في حاجة اليوم للاستفادة من هذه الوحدة لان الشرخ الموجود في داخل البحرين الحالي كبير ولا زالت يعني تداعيات 2011 مستمرة لا نعرف اي جيل يستطيع يعني يوحد هذا الشعب بالرغم ما تبدله تيار الحركة الوطنية وتحديدا التيار الوطني الديمقراطي اللي هو جهة عابرة بالطوائف والقبائل تعمل باتجاه الوحدة الوطنية وتعمل باتجاه توحد شعبنا ولكن المهمة ليس سهلة. فأعتقد الدرس المفيد هو الوحدة الوطنية وشكرا. حميد خنجي شكرا دكتور حسن شكرا الرفيق سامي. طبعا انتفاضة مارس هذه موضوع انتفاضة مارس موضوع كبير هذه وأنا أحد شهود الميدانيين العيان الذين كان لي شرف الاشتراك كنت في أول ثانوي مع مجموعة صغيرة من الكوادر الطلابية على رأسهم كان رفيقنا الجليل سيد إبراهيم شفاه الله وكان بيننا حسن العود وعزيز مضوي وآخرون. طبعا هذا المجموعة الصغيرة أيضا في مجموعات حولنا أخرى من مناطق أخرى من البحرين وكنا غالبيتنا نمثل ممكن بشكل يعني مجرد نقول يعني يعني شبيبة التحرير إن لم نكن عضوا لأننا لم نصل سن القانوني 18 أنا كان عمري 16 سنة ذاك الوقت أعتقد الوحيد اللي كان عمره 18 سنة هو السيد إبراهيم وقد يكون منتظما ذاك الوقت أنا لا أدري في الواقع نسيت التفاصيل. كان تفضل الأستاذ يعني رفيق حسن تكلم لو كان فيه ناس من اللي كانوا موجودين يلقون ضوء. أول شيء يعني كان يوم هذه بس مجرد على أساس أن أرجع الموضوع إلى يوم بيوم يعني تفاصيله الصغيرة بعدين أرجع للنقاش الموضوع إذا ممكن الجانب العملي شوي بتكلم فيه الأحداث اللي صارت وبعدين أرجع للأمور الوحدة الوطنية والأمور النظرية الكبيرة. يعني كان يوم أربعة
المحاولات الأولى اللي صارت وطلع السيد إبراهيم من تحت أبطه وراء شو اسمه خلق أحمر، وحاولنا في الفرصة كانت صار نوع من الصراخ وكذا وخلاص ما يعني ما نجحت ال شو اسمه المحاولة. في نفس الوقت أعتقد يوم ثاني سيد إبراهيم لم يحضر، كان يوم خميس، صقر خاله اعتقل وحتى صار الدعاية انه هو يعني قتل، ناصر اي نعم ناصر ايه. بعدين بتقديري انا الشرارة الحقيقية هو كان يوم الخميس تاريخ 11 مارس بالضبط، كان يوم أوف بالنسبة لطلاب أبرنتس الذين تجمعوا في ساحة العاصفة مقابل المدرسة الثانوية، وأيضا كان العمال يعني مو اللي ما كانوا في أبرنتس، عمال اللي كان بشكل أو بآخر يعني لصيقين بالجبهة التحرير، كانوا أيضا يعني في المنطقة هناك في أماكن معينة، أنا ما شفتهم بالعين لأن أنا كنت داخل الساحة المدرسية. الشيء الخطأ الكبير الذي وقع فيه النظام هو الاعتداء على الحرم الجامعي، على الحرم اللي كان مثل جامعة ذاك الوقت مدرسة ثانوية في المنامة بالهراوات وبالحصن، وكان يضقون الطلاب يعني بشكل غير بدون تمييز ان هذه مشاركة او مو مشاركة وكذا. في الواقع لم تكن هناك وحدة وطنية قبل ذلك التاريخ بتقديري انا كشاهد، بالعكس كان في شقاق وعداوة كبيرة وللأسف الشديد بين جهتين او حزبين يعني مهمين في البحرين، وهي الجبهة القومية طبعا القومي العرب، واللي كان موجودين عدة فصائل يعني في محرق وكذا، اللي تابع الأيام اللي يكتبه بوهاري اللي يكتبه بدر من المهم يتابع يعني، ولو انه يتفق لا يتفق معه هذا موضوع آخر، بس هو يدون تاريخ يوم بيوم حقيقة، من المهم الرجوع. لا المهم هذا السرد يعني ان الوحدة الوطنية صارت ظروف موضوعية اقوى من يعني مشاعرنا الذاتية فرضت، يعني صار اعتداء على الكل، وبالتالي صار الوحدة الوطنية صار لدى الطلاب لدى التلاميذ قبل ما يكون في الشارع يعني حقيقة. هذا انا اتكلم كشاهد عيان يعني. الان نرجع الى موضوع مقارنة الوحدة الوطنية أو مقارنة ضرب 65 إلى يومنا إلى يومنا هذا، وهي يعني أنا عندي وايد الشباب يقول لي صراحة إيه بعد ما نبي نحولها إلى ندوة أخرى يعني. المهم يعني الظرف جدا كبير ومفارق لما يوم نتكلم عن الوحدة الوطنية على مستوى البحرين، احنا القوى العلمانيه بنكون ضعيفه مقارنه بالقوى الدينيه السائده، واي قوه دينيه وفكر ديني سائد سواء يكون كذا او كذا لا يحقق، بتقديري لا تحقق هذه القوى الوحده الوطنيه في الوقت الحاضر. هذا مصيرنا التاريخي في الوقت الحاضر، لازم نعرف زين. بس اشير الموضوع فصل 1400 أو فكرة فصل 1400 عالما، هذه جي لشيء يسمونه زيرو ديفكت، وزيرو ديفكت كما أنت تعرفون يعني استغلال العامل أو الموظف بأكثر ما يمكن بدون أي خطأ في اليوم الواحد أو في الشهر الواحد الآخر. ويبدو أن الاقتصاد العالمي كان يمر بأزمة، والدليل كما قال الرفيق حسن
إن كان أصلاً في مشكلة في الستينات وفي وسط 65، مو بس في المنطقة العربية، حتى في أمريكا اللاتينية على فكرة. راديو البحرين ما كانت تتكلم عن أحداث 65، كانت تتكلم عن إحدى الدول اللاتينية اللي في نفس الوقت، حين نسيت اسمها بالواقع، ما أعرف اسمها، في أمريكا الوسطى، وكانت أيضاً في انتفاضة كبيرة. يعني قصدي ان اكيد في اسباب اقتصاديه كبيره على مستوى المنظومه العالميه ان ادت الى تراجع معدل الربح لدى الراسمال العالمي، وبالتالي الحاجه الى استغلال العامل او الموظف بشكل اكثر، خلي اقول يعني تركيزا. حميد شكرا. هاي بس خلاص خلاص بس هاشمي هلوس هاشمية هاشمية شكرا. نشكر الأستاذ سامي سيادي والدكتور حسن مدن على هذا العرض الشيق. عندي تساؤل صراحة، طبعا من خلال قراءتنا إلى التاريخ ومرورا بالأحداث التي يعني تلته، يعني من الخمسينات والستينات إلى يومنا هذا، نلاحظ أن كأنما التاريخ يعيد نفسه. هنا يكون في هناك تساؤل عندي، اللي هو يعني القمع هو نفسه من قبل السلطة، وأيضا الأخطاء وجدت يعني دائما تكرر نفسها من قبل القوى الشعبية. في رأيكم هل القوى الشعبية في كل انتفاضة لم تقيم الوضع بشكل صحيح، أم هناك شيء آخر؟ يعني وحتى لو حدث مثل ما قلت يعني تحقيق مطالب، تكون هناك هاي المطالب البسيطة التي تحقق مثل ما ذكرت الدكتور بالنسبة إلى الوحدة الوطنية وما شابه ذلك. أم برأيك يعني وش لماذا يتكرر هذه الأخطاء، وهل هناك تقييم أو دراسة إلى الأحداث السابقة لكي لا تقع في أخطاء؟ شكرا. السلام عليكم. أنا بس في تساؤلات أسألها بعد شوي. بالنسبة للانتفاضة 65، الاسم أحمد فايز وعد. بالنسبة حق انتفاضة 65، أنا شرفني إن أنا كنت شاركت وأنا عمري 9 سنوات في انتفاضة 54 و56، وكنا نراقب وراء الهيئة في المحرق وفي المنامة وكذا. طبعا في ذاك السن كان تو بداية وعينا بالوطن والحركة الوطنية كذا. في سنة 65 نضجنا شوية وشاركنا، وأنا كنت عضو في حركة القومية العرب في ذاك الوقت، وشرفني إن أنا كنت يعني شاركت مع الجماعة في الانتفاضة، وكنا في مدرسة الهداية الخلفية. ما بطول على الفيديو، كنا في مدرسة الهداية الخلفية، وكان معنا مجموعة خلاف برشيد وإبراهيم بوزيد والجماعة، كانوا انقلونا من المحرق الهداية إلى مدرسة المنامة الثانوية، وكنا حطينا اللافتات تحت الباصات الحطب الأولية تحت الكراسي، وكان في نقطة تفتيش على الجسر، وقدرنا نمر وصلنا عند باب مدرسة المنامة الثانوية، وكان الطابور ابتدأ ناقليننا احنا من المحرق، لأن ما في ثانوي في المحرق، فمن الهداية رحنا المنامة، نزلنا من الباص وكان الطابور ماشي. طبعا الجماعة نزلوا بلافتاتهم، وابتدت الحركة من مدرسة الهداية مدرسة المنامة الثانوية، وابتدت المسيرة داخل الساحة، وهني تدخل الشرطة وجابوا لنا خيول وجابوا لنا بالهراوات وضربونا وركضنا، رحنا القسم التجاري باب صغير ما قدرنا نركض، كانوا هم ورانا يضربون فينا واحنا نحاول ندخل من الباب الصغير اللي كفتوه. المهم انا اللي بتكلم عنه ان احنا لحد الحين نتكلم عن الوحده الوطنيه. الوحده الوطنيه
تحتاج قبل أن نكون الوحدة الوطنية وحد نفسنا إحنا التيار الديمقراطي. يعني وجودنا الحين إحنا كتيار ديمقراطي في القاعدة، أنا أكثر من اجتماع في وعد في المحرك قبل 2011 نفس الكلام قلته، قلت لهم لازم إحنا نتوحد كتيار ديمقراطي إذا كنا بنواجه الجبل، الجبل الضخم دي يحتاج إن إحنا نواجهه بتوحيدنا إحنا كتيار ديمقراطي. شنو الخطوات اللي سويناها إحنا عشان نتوحد كتيار ديمقراطي لحد الحين؟ أي خامس اجتماع أحضره في الندوات أساس إن نتوحد إحنا وعد والمنبر والجماعات الثانية نتوحد إحنا كتيار عشان نواجه الجبل. شكرا. أستاذ مهدي مطر. شكرا للأخوة في المنبر التقدمي، وشكرا للدكتور حسن والأخ سامي. أنا أعتقد أن القوى الوطنية في البحرين مقدمة مشروع بشكل واضح، يعني في اللي هي وثيقة المنامة، أعتقد تبلور يعني رأي واضح في موضوع ما هو الحل يعني للخروج على الأقل من هذه الأزمة، وكل القوى مجمعة عليها، وهي لا تختلف كثير عن ما يعني أو يعني ما في كثير يعني خلافات بما قد قدمت من مبادرة ولي العهد. فأعتقد إحنا يعني مو كلش ما عندنا شيء، يعني صحيح الوحدة الوطنية ما حد يختلف عليها ومطلوب جهود كبيرة، ويمكن وثيقة المنامة يجب أن إحنا يمكن نطلع بيها، وأعتقد كان في محاولات يعني من جهود يعني من قبل الأخوة بأن هذه ممكن تكون وثيقة، ومن يريد أن يعدل عليها أو يريد يجري أو هذا وارد. إذن إحنا كقوة وطنية بكل القوى الوطنية بمن وقع على وثيقة المنامة عندنا مشروع، لكن بعد في واقع يقول أن هناك اليوم في قوى لا تريد التغيير، هي مستفيدة. يعني بعد ترى إسقاطات التاريخ، ترى إحنا ما نتكلم عن 65 66، إحنا اليوم في أجواء مختلفة، في قوى جديدة هي مستفيدة من عدم التغيير، نشوفها أن هي صوتها مرتفع لأي يعني محاولات لتقديم أي مشروع، يمكن صوتها مرتفع أكثر من الحكومة الواقع، يعني لأن هي فعلا مستفيدة من عدم التغيير. أعتقد إحنا عندنا وثيقة المنامة، ويجب علينا يمكن يكون لنا جهد أكبر بأن إحنا نحاول أن نروج لهذا المشروع اللي هو مشروعنا، وأعتقد يعني أنا في تقديري أن إحنا ماشيين في الطريق الصح. صحيح ما في خلاف على موضوع الوحدة الوطنية مهمة، بس يعني لا يعني خلينا كأننا نجدد الذات وكأن إحنا لا إحنا لا حتى إذا كانت لنا أخطاء، صحيح لنا أخطاء، بس هناك قوى لا تريد التغيير مستفيدة بكل وضوح. أستاذ محمد نصر الله. شكرا. ملاحظ أن الجميع يركز على الوضع الداخلي في البحرين أيام 65، والكثير منا يجهل ماذا كان يجري في الخارج. لقد استطاعت روابط الطلبة في القاهرة وبيروت أن تصدر عرائض ووقعها الجميع، وخاصة طلبة البعثة، كل طلاب بيروت طالباتها هم من البعثات، ووقعوا على هذه العريضة وطالبوا مطالب واضحة، واستطاعت أن تقدم هذه العرائض إلى السلطة في البحرين، إلى جانب أن الطلبة كان لهم نشاط واسع على المستوى الإعلامي. كنا كطلبة في بيروت نقدم أخبار يومية إلى جريدة الأخبار الممثلة للحزب الشيوعي اللبناني الأسبوعية، وكذلك جريدة النداء الممثلة اليومية للحزب الشيوعي اللبناني أيضا، نقدم أولا بأول ماذا كان يجري في البحرين، إلى جانب الصحف القومية الأخرى مثل الشعب
وخاصة أن هناك كانت في قسم خاص لجبهة التحرر السعودية يشرف على موضوع السعودي والخليجي، وكنا نمد لها المواضيع عن انتفاضة مارس. وكان مبهج النظر، ملفت للنظر، أن جامعة أن إذاعة بغداد هي الإذاعة الوحيدة التي كانت ترفع مطالب الجماهير في البحرين. وقد من ضمن القصص المعروفة أن أحد البحرينيين وهو أحمد مهدي السماهيجي قد هرب من البحرين وهو لابس عباية نسائية ووصل إلى بغداد وأعلن نفسه أنه من ثورة انتفاضة مارس. وكانت إذاعة الصوت العرب خاصة المذيع أحمد سعيد المشهور جدا كان يلعلع بصوته عن انتفاضة مارس، إلى جانب أن كان هناك أيضا برنامج خاص في إذاعة القاهرة عن الخليج العربي، وكان يذيع منهم أحد الطلبة ذاك الوقت واسمه عبد الجليل الصفار، وآخر كان عبد الغني قاروني أيضا يذيع بالفارسي عن الأحداث في البحرين. فهذه إلى جانب التحرك الإعلامي قد غطي من الخارج من قبل تصريح الحبيب برقيبة رئيس تونس عندما شدد على القضية الفلسطينية، ولكنه لم يستطع أن يزيع الزخم الإعلامي في البحرين. آخر المداخلين بنادي، في أحد يبي داخل بعد قبل بنادي آخر؟ أبدأ. شكرا للمحاضرين العزيزين. أنا طبعا أشد على إيد عزيزي وأخوي اللي هو أحمد الفايد، يعني ما طرحها إحنا بحت يعني حناجرنا، وإحنا نقول توحيد التيار الوطني الديمقراطي، لكن باين يعني لحد الآن في طبعا عناصر وفي أناس من كل الأطراف يعني يتحججون أو يضعون الكوابح أو كذا، والوقت مو مناسب ويعني كثير. هذا شيء مهم، إحنا لما نطالب بالتوحيد أو نطالب أو نتمنى إنجاز شيء يعني من المطالب من قبل السلطة، لازم نوحد صفوفنا علشان نشكل ضغط، أن الوحدة هي قوة. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، أن الاستعمار شعاره المشهور والوحيد المعروف يعني هو فرق تسد. فعندما قال الرفيق الدكتور أن تشارلز بلغريف يعني قلق على وجود وحدة بين السنة والشيعة، هذا صحيح، هذا جدا صحيح. لذلك إن الحكم للأسف كرس جهده وعزز الفرقة في هذه في 11 مارس، ويعني هرب للأمام من المطالب. نتمنى أن يكون بالفعل درس هذا، أن نعيد ونكرس الوحدة الوطنية. شكرا. آخر عبد علي فريدون، يمك. ما أدري، أنا عندي تساؤل. يعني الدكتور تكلم عن الوحدة الوطنية أيام الهيئة و65، يعني أنا حسب قناعتي الخاصة يعني الوحدة الوطنية تقريبا جسدت في 65، في الخمسينات اللي هي الهيئة ما هيئة، يعني ما أعتقد يعني إن طائفتين على قولتهم كريمتين اتحدون كرؤوس مثلا يعني معنات الوحدة تحققت. يعني والدليل إن الهيئة ما حد يعني في يعني فئات ثانية من المجتمع ما يعني باعدوهم يعني من منطلقات قومية مثلا، من منطلقات كثيرة، حتى من منطلقات فكرية بعد يعني كشيوعية ما شيوعيين
بعض قادات الهيئة قالوا يحاربون الشيوعيين يعني، قالوا يحاربون البحرينيين من الأصول الفارسية مثلا. هاي نقطة. في 65 بالعكس الوحدة الوطنية انطلقت من منطلقات طبقية، اللي لين المصلحة هو اللي يتحرك، وفعلا يعني الكل قال مصلحة يعني، لأن اللي وحدهم شنو؟ نقطة العيش. اللي احنا الحين قاعدين نفتقده في الأزمة اللي احنا فيها حاليا، سالفة لو غلاء رفع الأسعار ولا رفع الدعم و و و، هذا اللي ما قاعد يتحقق حاليا يعني. فإذا يتحقق هذا الشيء أنا هنا أسميها هاي الوحدة الوطنية. أما يجيني رأس شيعي كبير ورأس سني كبير أو مجموعة مجموعة يقعدون، أنا أسميها هاي وحدة، أنا ما أعتقد يعني هاي غاية السلطة يعني، أن تجمع هالرؤوس يعني، واللي يضيعون فيها منه طبقات المسحوقة اللي تحت ذلين من الصوبين يعني. فأنا أتمنى يعني يصير تركيز من الوحدة الوطنية تحققت في 65 بشكل قوي، أن الكل تشارك فيها يعني كمنطلق طبقي وليس منطلق طائفتين كريمتين. هاي المصطلح اللي أنا ما أحب أسمعه. شكرا. نترك التعليق للمحاضرين. تفضل أستاذ صالح. يعني أنا فقط عندي بالنسبة للرد يعني من آخر نقطة طرحها الأخ عبد العالي، إنه فعلا يعني التأكيد على الوحدة الوطنية إنه ما يكون فقط يعني خيارات موجودة، فإن اجتماع هنا واجتماع هناك فقط، وإنما هو فعلا تجذير هذه الوحدة الوطنية في المجتمع. ولن يتواتى ذلك يعني عبر فقط هذه اللقاءات، وإنما هناك يجب أن يكون هناك نوع من أنواع السيادة في العدالة الاجتماعية، هناك المساواة، هناك يعني دولة فعلا المؤسسات والقانون تأتي من خلال هذه الأوضاع، يعني أشكال الوحدة الوطنية. أنت اليوم هناك من يدفع باتجاه ضرب هذه الوحدة الوطنية، كل ما يحدث أي نوع من أنواع التقارب هناك فعلا قوة، مثل ما قال الأخ مهدي مطر، بأن هناك قوة معادية لهذا الشكل من أشكال التوحد في المجتمع. وأعتقد أنتم جميعا ليس بعيدين عن هذا الوضع. يعني بالنسبة هو ضرورة التأكيد على ترسيخ هذه الوحدة الوطنية كممارسة أيضا حتى للتنظيمات السياسية. تنظيماتنا أيضا احنا منتمين إليها، يجب أن نكرس هذه الوحدة الوطنية حتى في سلوكنا، في تعاملنا، في لقاءاتنا. من يعني تكلم وأكد على الأحمدين، أحمد الفايز وأحمد، أكدوا على يعني موضوع ضرورة التلاحم يعني كتيار ديمقراطي. احنا بالواقع يعني مثل ما قلت في البداية بأن هناك ورقة للتيار الديمقراطي حطت رحالها في المدينة، وهي قريبا ستخرج من المدينة إلى مرة أخرى إلى المنامة، على أساس أن الأخوة أيضا في المنبر يعطون يعني المراجعات المطلوبة على هذه يعني الورقة. فيعني نعمل سويا، ويعني يعرف الجميع بأن لقاءاتنا المستمرة ليست وليدة اليوم، وإنما حتى كانوا يعني قادة مثل هذه التنظيمات حتى لما كانوا في الخارج، هناك كانت عمليات تنسيق بينهم تتوج دائما ب يعني لقاءات. أكيد يعني العيون تتجه إلىنا، يعني هذا الوطن بحاجة لكل سواعد أبنائه، وبالتالي نحن على سبيل المثال بوعد لن نتخلف عن هذا الركب، وأكيد رفاقنا في المنبر يعني يعززون هذا التوجه. يعني هناك سؤال أيضا بالنسبة يعني لأحد الأخوات، أنا أترك الإجابة لأنه موجه للدكتور، وهو حول الرأي حول تقييم تحركات، يعني هل هناك
مراجعات وايضا نقد ذاتي حسب ما فهمت عن السؤال لي يعني تنظيماتنا وجمعياتنا السياسيه للاحداث التي جرت على سبيل المثال في 2011. شكرا جزيلا. شكرا سامي. دكتور حسن. شكرا للرفاق والرفيقات الأخوة والأخوات على المداخلات. طبعا بعض الآراء يعني لا أختلف معها، لذلك يمكن يعني سأعتبرها مداخلات لن أكررها، لكن عندي بعض الملاحظات سأوردها كالتالي. بالنسبة إلى الأستاذ حميد خنجي، لم تكن هناك وحدة وطنية. أنا شوية أختلف معاك إن يعني أن نضع الخلافات بين التيار القومي والتيار الماركسي آنذاك في خانة غياب الوحدة الوطنية، أخذاً بعين الاعتبار أن ونحن نتحدث وفي أذهاننا الآن عندما نتكلم عن الوحدة الوطنية بشكل يعني تلقائي نذهب إلى الانقسام الطائفي. فكان القوميين يتكونون من السنة والشيعة، كان اليساريين الماركسيين أيضا في التحرير يتكونون من السنة والشيعة، فلذلك الخلاف لم يكن خلاف يعني ذو طابع فئوي أو إلى آخره، يعني هو يدخل في إطار الخلافات الحزبية المنافسات الحزبية المألوفة يعني في المجتمعات. لا أستطيع أن أصنفه يعني في باب الانقسام الوطني الذي كان موجودا قبل حركة الهيئة والذي نعيشه الآن. فضلا عن ذلك ان هذه الخلافات بين التنظيمات الوطنيه توارت او لم تعد يعني عائقا، لم تصبح عائقا انذاك بوجه التنسيق بين التيارات المختلفه. يعني نتحدث الان في المذكرات ان اعضاء جبهه التحرير كانوا يختفون في يعني يخفونهم القوميين في بيوتهم، ان جبهه التحرير كانت تطبع المنشورات، ان محمد السيد او اخرين قدموا قطع من السلاح الى القوميين الى اخره. يعني هناك اوجه تنسيق بين لم تعيق الخلافات الفكريه والايديولوجيه والتنظيميه بينهم في ان يوجدوا اشكال تنسيق ميدانيه انذاك. يعني لا استطيع ان اقول ان هناك لم تكن هناك يعني ربما لم تكن العلاقات بين القوى الوطنيه والتنظيمات الوطنيه بالقدر الكافي من التنسيق او من النضج او الى اخره، هذا امر، ولكن لا نستطيع ان نتحدث عن انقسام وطني مشابه للذي نحن بصدد الحديث عنه الان. يعني بالنسبه الى ها طبعا رفيق حميد قال ملاحظة اتفق معه فيها، وهو انه في وضعنا الحالي يعني يبدو مثل الحلم ان احنا نطالب الان بالتغلب على الانقسام الموجود، لان هناك مستجدات وهناك قوى لها جماهير، ويمكن الاخ مهدي مطر ولكن من منظور مختلف اشار الى هذه المسألة ايضا ان الامر يعني فوق طاقة القوى الوطنية. هذا انا لا اختلف معه، ولكن في نهاية المطاف انت مطالب بان تقدم رؤية يعني كقوة وطنية وتقدمية، مفروض أن تقدم رؤيتك للخروج من المأزق الحالي. هذه المهمة شاقة وصعبة، ونحن لم نعد الفاعلين الأساسيين في المجتمع، هذا أيضا أنا لا أختلف معهم، ولكن مهمتنا أن ننبه إلى أن هذا الانقسام لن يقودنا إلى نتيجة في نهاية المطاف. يعني بالنسبة إلى سؤال الأخت هاشمية عن هل قيمت القوى المشاركة في التحركات الشعبية موقفها، يعني أنا أعتقد أن شكل من أشكال التقييم هذا موجود. يعني عندما نعود إلى أدبيات التنظيمات الوطنية يعني على مدار 50 سنة أشكال من هذه المراجعات والتقييمات لأدوارها وللتحركات التي جرت يعني موجودة، بحاجة إلى من يبحثها أكثر ويسلط عليها الضوء. ولكن الجوهري في الأمر أن قضية الإصلاح في البحرين لا تزال معلقة. يعني ما يناضل من أجله البحرينيون من الخمسينات على الأقل وربما قبل ذلك حتى اليوم لا يزال سؤال الإصلاح ماثلا ومعلقا، ولم نصل إلى الحالة المنشودة من التوافق بين المجتمع وبين الدولة. هذه هي المعضلة. هنا إلقاء اللوم على القوى الأخطاء على القوى الشعبية والقوى المشاركة وإلى آخره سيكون غير منصف، لأن لا شك أنها يعني في حالات كثيرة لم تكن تمتلك الخبرة ولم تمتلك التجربة الكافية، وهناك أخطاء وقعت لا شك يعني،
ولكن الأمر في جوهره أن هناك مطالب بالإصلاح، سواء كانت يعني قادتها الهيئة في الخمسينات، قادتها التنظيمات الوطنية في 65 وفي السبعينات وإلى آخر الحركة النقابية والعمالية، أو ما حدث بعد ذلك في التسعينات وإلى آخره. هناك مطالبة بالمشاركة الشعبية، بأن تكون هناك تقاسم للثروة والسلطة. يعني هذه هي المعضلة الأساسية التي يجب أن نسلط عليها الضوء. ولكن الاستدراك هنا أيضا ضروري، أن يعني أنا أعتقد أنه لا هذا التراكم الطويل في الخبرة الحزبية والسياسية في البحرين لا يعبر عن نفسه دائما. نعم يعني هناك أخطاء تتكرر، أنا أوافق أن هناك أخطاء تتكرر. في تقديري أنا الشخصي يعني أن ما يجب أن ننتبه إليه هو بالنسبة إلى حالنا في البحرين هو قدر الجغرافيا. نحن جزيرة صغيرة في محيط معين تعرفونه جيدا شديد التعقيد. سقط مطالبنا مشروع، ومن حق أي شعب وأي حركة شعبية أن تطالب بكل ما تجد فيه يعني عادلا ومنصفا ويلبي طموحاتها وإلى آخره. ولكن عندما نتحدث عن التوازنات السياسية فعلينا أن لا ننسى قدر الجغرافيا الذي يحكمنا، وبالتالي يجب أن تصاغ شعاراتنا وسياساتنا أخذ مع الاعتبار واقع. نتحدث عن توازن القوى. توازن القوى المحلي ليس وحده، في حالتنا موازين القوى على حجم المعارضة وحجم الالتفاف الشعبي الكبير حولها ربما مو موجود حتى في بلدان أخرى أكثر تطور من الناحية السياسية من البحرين. لقارن حالنا بمصر أو ببلدان أخرى ربما لا تحظى المعارضة بما تحظى به مثلا من التفاف أو من مناصرة أو من غطاء شعبي كالموجود في البحرين. ولكن معضلتنا أن احنا محكومين بقدر الجغرافيا، وأنا أعتقد أن هذا ما يجب يعني نأخذه بعين الاعتبار على الأقل في ظل التوازنات الإقليمية التي كانت قائمة والتي لا تزال مستمرة. هذا يعني بشكل مختصر. يعني موضوع التيار الديمقراطي طبعا هذا يترك الى يعني المكاتب السياسيه لجمعيات التيار الديمقراطي، ولكن جرت الاشاره الى انا يعني احب ان اشير يعني ايضا الى ان لا يعقل ان التيار جمعيات التيار الديمقراطي يعني تقضي كل هذه السنوات وهي تناقش في وثيقه. انا يعني لا اجد ذلك يعني منطقيا. يعني أنا الآن الأوان أن تخطو جمعيات وشخصيات تيار الديمقراطي خطوات فعلية. هذه الوثيقة يعني أنا منذ غادرت موقع الأمين العام للمنبر التقدمي صار لي 4 سنوات، وكنا نناقش هذه الوثيقة 3 سنوات أخرى وأنا كنت في هذا المنصب. فلا يعقل يعني أنا، وهذه وجهة نظر شخصية أيضا أقولها، يعني لا يتحمل المكتب السياسي في المنبر مسؤولية هذا الكلام، ولكن أنا أرى أنه لا غير من غير المنطق لا نستطيع أن نقنع الآخرين أو نقنع الناس أنها 4 أو 5 سنوات أو 6 سنوات تناقش وثيقة من 3 أو 4 صفحات أو 5 صفحات إلى آخره. بالنسبة إلى الصديق والأخ العزيز مهدي مطر، حول لا أختلف معك أن هناك من يرفض التغيير صحيح، يعني وهذه هي معضلة وأنا ربما منذ قليل أشرت إليها. لكن ما يقلقنا الآن يعني أننا نحن المعارضة نفسها انجرت بدون وعي يعني لا إراديا إلى شعارات من نوع أو مفاهيم من نوع شارع المعارضة وشارع الموالاة. وبذلك إحنا نص شعبنا يعني بدون قصد منا لا شك يعني لم تكن نهاية النسية وضعنا يعني خارج يعني وهو يعني وإحنا نتحدث عن انتفاضة 65. أين كان معقل انتفاضة 65؟ معقلها الحقيقي والكبير والمختبر هو مدينة المحرة، المدينة ذات الغالبية السنية. أين المحرق الآن من موضوع حديثنا الذي نتحدث عنه اليوم؟ هذا فقط سؤال يجب أن نطرحه. لا أتفق معك إن وهذه القوى الرافضة للتغيير ستستمر في رفضها للتغيير ولها مواقع ستدافع عنها بالأنياب وبكل ما تملك من قوة، لن تتزحزح عنه. ولكن يجب أن ندرك أن نحن قوة وطنية نمثل كل مكونات الشعب،
عرقيا وطائفيا وإلى آخره، ويجب أن نضع ذلك في اعتبارنا، يعني أن احنا يجب أن نصل إلى كافة مكونات شعبنا، وأن هناك هواجس نجحت قوة معينة في غرسها في أذهان هذه المكونات، وهذه مهمتنا أن نصل إلى ذلك وأن نبدد هذه المقاول، وأن يعني نؤكد لهؤلاء يعني ننجح فيما نجح فيه يعني أسلافنا، يعني من القادة الوطنيين الذين استطاعوا أن يعكسوا الوحدة الوطنية. هذا هي الموضوع يعني اللي أنا مع هذا ذلك أنا لا أختلف معك، ولكن هذا ما يجب الانتباه إليه. عمد علي فريدون، لم تكن هناك وحدة وطنية في الخمسينات، تشكلت الوحدة الوطنية، لم تكن هناك وحدة، هي أساسا كانت فتنة طائفية. حقيقة الأمر ابتدت أحداث الخمسينات بفتنة طائفية. الذي حدث أن قادة الهيئة، أنت تقول عنهم هم دليل قادة، هم كانوا النخبة، هم القيادة الوطنية، لم تكن التنظيمات الوطنية اليسارية أو القومية، كانت نواة صغيرة يعني في بداية تأسيسها، ولم تكن هي القوة التي تستطيع أن توحد هذه الجماهير الكبيرة. هذه النخب هي التي نجحت في أن تفسد، أنا قريت العبارة مالت بالجريف، تفسد هذا المخطط، وأن تضع يعني خلينا نقول حجر الأساس إلى الوحدة الوطنية، التي مع الوقت لا شك تبلورت ونضجت وتطورت. عندما جينا إلى الستينات، وكانت هناك حركة القومي العرب، وكانت جبهة التحرير، وكان هناك البعث وإلى آخره، استطاع والشخصيات الوطنية والتعليم زاد، يعني في تحولات أيضا اقتصادية واجتماعية حصلت في المجتمع، بلورت هذه الوحدة الوطنية وعززتها. يعني لا نستطيع أن نقول أنه لم تكن هناك وحدة وطنية، وإلا كان حصل عندنا ما حصل في 2011 هذا الانقسام السريع. بالعكس، أن الذي حدث أن نجحت الهيئة آنذاك في أن تحول الفتنة الوطنية إلى وحدة وطنية. هذا لا يعني أن هذه الوحدة الوطنية أصبحت منجزة ونهائية وغير قابلة للتصدع، يعني أيضا هناك قوى لا تريد هذه الوحدة الوطنية أن تستمر وستعمل على تمزيقها، أخذا بعين الاعتبار أن لدينا تاريخ سابق لذلك. يعني في فترات تاريخية في البحرين كانت هناك عرائض يوقع عليها الشيعة فقط، وعرائض يوقع عليها السنة فقط، يعني هذا أمر ليس جديدا في تاريخ البحرين، ولكن يعني مأثرة الهيئة ومأثرة التنظيمات الوطنية فيما بعد أنها استطاعت أن تنهي هذا الأمر، وأن تأتي المطالب وطنية معبرة عن كافة مكونات الشعب. أعتقد هذه يعني أهم الأسئلة التي في ذهني، وشكرا. نشكر المنتديين الدكتور حسن مدن والأستاذ سامي سيادي، ونشكر لكم أيضا حضوركم وإلى ملتقيات أخرى، وشكرا لكم.